مبسوطة قوي ان انا النهاردة كنت بقدم المؤتمر الصحفي الخاص عشان انطلاقة البرامج الجديدة لنجوم اف ام ونجوم تي في، اللي هي فتحت لي بيتها عشان اكون موجودة في العموم في الميديا وفي الاعلام، الحاجة اللي انا كنت بحلم بيها. مبسوطة ان لما الواحد بيجتهد وبيعمل اللي عليه المكان اللي هو فيه بيتقدر، يعني بيقدروكي. يعني عماله وانا بقدم النهارده كده شريط كده عدته السنين اللي فاتت كلها، انا كده دي سادس سنه اكون موجوده في نجوم اف ام. كنت ببقى قاعده بتفرج على اللي بيقدم المؤتمر وبيعلن عن البرامج الجديده، كنت ما عنديش اي فكره انا هعمل ايه وهقدم ايه، يا ترى السنه دي حاطيني في ايه. فمحطه النجوم من البرامج اللي لما اجتهدت فيها قوي 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 وبذلت فيها اقصى جهدي، ولسه يعني انا يعني لسه في حاجات كتيره كمان ما طلعتهاش، حطني في حته كويسه، المكان قدرني. فبالتالي لما المكان قدرني واداني الفرصه اصلا انا ما اكون موجوده، لما بقت تجيلي عروض في اي حته لو في المريخ عمري ما هسيب نجومة. مبسوطة بالخريطة الجديدة لأن يمكن الجزء الغنائي اللي اتحط في الخريطة الجديدة أكتر من مثلا 5-6 برامج غنائية بس بدون برامج حوارية، يعني شايفة أن دي إضافة مهمة. المستمع بيحب يسمع برامج بس بيحب يسمع أكتر برامج موسيقية. فمبسوطة ان رامي محسن مدير البرامج وهالة حجازي الرئيسة بتاعتنا واللي بعتبرها فعلا زي امي، ان هي فكرت ان الحاجات اللي ناقصانا في السنة اللي فاتت اللي هي السنة اللي احنا فيها دي في 2015 كملناها في 2016، اضافة زي الاعلام الكبير ابراهيم عيسى اللي اوريدي موجود معانا بس بشكل ببرنامج مختلف وأنه مستمر معنا، فده في حد ذاته شفاء إضافة. مريم أمين أنها تنضم لينا دي إضافة. دانا حمدان شايفة أنها تجربة مختلفة، وإحنا يعني نجومة في أم معروفة بالاختلاف، أنها مش تقليدية، مش إذاعة تقليدية، فشايفة أن دي إضافة. شايفة أن فرصة لفريدة الخادم أنها تكون موجودة معنا ده دم جديد برضو. كل ما بتحطي روح وفكر جديد تأكدي انه هيفيد المكان. محطة النجوم هيكمل للسنة الجديدة، الحمد لله برنامج ناجح. الضيوف اللي قدرنا نجيبهم خلال السنة دي ما كانوش ضيوف قليلين مقاما يعني وتاريخ تاريخا، جبنا تقريبا كده من قفل السنة هنبقى جبنا 50 ضيف، 50 نجم. كلمي بقى في كل الأعمار. فمبسوطة ان احنا هنكمله، بس السنة دي بفكر يعني ان احنا نغير فيه شوية. يمكن في 2015 محطة النجوم كان مركز اكتر على فاروق الفيشاوي، صفاء ابو السعود، حسن يوسف، سميرة سعيد، لطيفة، دي اسامي تقيلة جدا بتعمل لك تقل في البرنامج. اللي عايزة اضيفه للسنة الجاية ان اجيب كمان كل اللي بيلمعه في الوقت الحالي حتى لو هو عنده 19 سنة. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org